كارثة صحية في النجف. خلونا نشوف شنو اللي صاير بالنجف. غازات معامل الطابوق السامة تؤدي بحياة 6 أشخاص من عائلة واحدة، وارتفاع بحالات السرطان، و8 توفوا بسبب هذا الدخان والتلوث البيئي. هذه الصور لمكان المعمل الطابوق أو معمل الطابوق القريب من المناطق السكنية. هذه الصور لمعمل الطابوق القريب من المناطق السكنية، فكانت هناك مناشدات يوم أمس حول هذا الموضوع، أو حول التفاتة من أي جهة معنية بهذا الموضوع بأن يكون هناك حل بهذا المعمل، لأن يسبب بوفاة أشخاص كثير ويسبب بحالات سرطان. طبعاً كانت المناشدات على هذا الموضوع هو تساؤلات، وأيضاً هذه التساؤلات نطرحها على لسان المواطن. تساؤل يقول: هل ستوفر الحكومة بدائل تضمن استمرار صناعة الطابوق العراقي بظروف صحية أفضل للعاملين فيه وللبيئة طبعاً؟ هذا السؤال كان مطروح وسيبقى مطروح من كل شخص نشر هذا البوست أو طالب بالتفاتة بشأن هذا الموضوع. بالتالي هذا المعمل قريب من منطقة سكنية بيأذي الناس، عندنا حالات وفاة كثيرة تصير بالنجف بسبب الدخان السام من هذا المعمل. نتمنى أكو رد أو حل أو إيجاد حل سريع، بالتالي أرواح الناس لازم تكون يعني نهتم بهذا الموضوع أو بهذا التفصيل. ما نريد نخسر ناس وما نريد نخسر المعامل العراقية للطابوق وغيرها من المعامل اللي موجودة، فأكيد أكو حل.